بعض الشيعة اللي منخدعين بالأنغام السياسة الإيرانية يتصورون عدو الأول هو اليهود الصهيونية، وما عندهم قضية غير إسرائيل وصهيونية. نعم اليهود الصهيونية أعداءنا بلا شك، لكن مو العدو رقم واحد. بعض الشيعة يتصورون إذا يرجع للتاريخ يزيد العدو رقم واحد مثلا. لا أبدا، العدو رقم واحد مو يزيد. إذا واحد يراجع الروايات يكتشف أن حتى إبليس مو العدو رقم واحد لنا. إذا تراجعون الروايات الواردة عن أهل البيت، العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر، أبو بكر، إبليس، بعدين يجون الباقي. يعني بهذه الطريقة، لأنه عندنا في الروايات مثلا أنه في جهنم قعر، قعر جهنم من يكون؟ عمر، شوي أرفع منه أبو بكر، شوي أرفع منه إبليس. يعني بهالتسلسل لاحظتوا شلون؟ إبليس بلا شك عدو، لكن الله عز وجل قرر أن العدو رقم واحد هذين الاثنين، هذين الخبيثين الملعونين.